السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيبين؟ اليوم جايب لكم جاك، طبعا نومني سابقا قناته منزلها، سويت له جلسة تنويم وبحط لكم رابط قناته تحت بالوصف، وبيكم كلكم تروحون تشتركون عنده بالقناة. انسان مبدع حبيبي والله. واليوم انا جايب مجموعة اشخاص وقلت اصور فلوك كذا بقناتي انا، وبحط لكم الرابط، وان شاء الله شفتوا الفيديو وبيعجبكم وبتروحون تشتركون. يعني انسان مبدع صراحة. بعد راسي والله يا باسل. ان شاء الله اليوم راح نختار شخص من الاشخاص، الشخص المناسب مهيئ لانه يدخل في حالة التنويم المغناطيسي، وراح نسوي عليه كم شغلة باذن الله انكم تستمتعون فيها، ويعطيكم العافية وخلوكم معنا. بشكل كامل راح تنسى الرقم 7. الرقم 7 الحين راح يختفي من بالك بشكل كامل اول ما فك اصابعك. كيف حالك؟ مرتاح مستخي؟ الحين صاحي بشكل كامل، خلاص صحيتك. بس تقدر تعد من 1 إلى 10، تقدر تستخدم يدينك، عد من 1 إلى 10. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. حلو. طيب تقدر تستخدم يدينك وتعد؟ عد استخدم يدينك. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. تحس ان في اصبع زايد هنا غريبة صح؟ طب خلي باسل يحط يدينك كذا وعد. عد له، قفل قفل يدينك وخل. عد لي انت. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. في اصبع زايد. في اصبع زايد عندي. حتى عندك انت في اصبع زايد؟ ارجع عد انت. انا مستغرب. ما ادري، كلنا عندنا اصابع زايدة. 3 4 5 6 8 9 10. كاملة. غريب بس عنده اصبع زايد هو. نقطة. مو مشكلة. انا لو جيت اعد انا بعد 1 2 3 4 5 6 8 9 10. حتى انا في عندي. في عندك اصبع زايد. حتى انا عندي اصبع زايد. ما ادري، غريب. في سطور هنا. طيب غريب، انا مستغرب، انا ما ادري كيف. عندنا كلنا اصابع زايدة زي كذا، بس المفروض ان عندنا احنا 10 اصابع صح؟ ايه عندنا 10 اصابع، انت عندك 10 اصابع صح؟ طيب عد عد له باسل مرة ثانية. عد له. 1 2 3 4 5. خله هو يعد. انت عد. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. طيب شوف اصابع باسل، عد له باسل بصابعك. شوف، خله هو يعد بصابعك. يلا. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. وهذا كم؟ هذا عندي اصبع انا. كم هذا؟ 11. يعني عنده 11 اصبع صح؟ عنده 11 اصبع وانت عندك 11 اصبع. كلنا عندنا 11 اصبع. ما تحس ان في شيء ناقص؟ طبيعي هذا صح؟ كلنا لو عدينا بنعد زي كذا، كل هذا طبيعي صح؟ والله انا مستغرب. مو مشكله، راح اسوي لك الحين، راح ارجع ادخلك الحالة عامه. كل عليك تمني انك انت تتابع تركيزك على صوتي وكلامي، بس على صوتي وكلامي، تنسى كل الاصوات اللي حواليك بشكل تلقائي. تقدر تعد الحين من 1 إلى 10؟ عد من 1 إلى 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كم اصبع عندك؟ 10 اصابع. وانا؟ 10. عندي 10. لا تستغرب، ما في شيء غريب. تتذكر شيء صار قبل شوي؟ تتذكر شيء صار؟ ما تتذكر صح؟ طبيعي لانك الا نايم. تقدر تمد يدك هذه، قفل عليها بو 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 بو. تابع تركيزك على يدك، اول ما عدت 3 بتاخذ نفس عميق وبتطلع من فمك مع العد رقم 1 2 3. نعم، ارتاح، استرخي، خليك مركز على صوتي وكلامي. تبدا تدخل كل عضلات جسمك الحين تسيء. ترتاح، تسترخي بشكل كامل، تدخل لحاله عميقه من الجو.
اطراف شعر راسك من اطراف اصابعك جذرك تبدا الحين راح تستوعب بشكل كامل ان باسل مختفي من الغرفه اللي انت موجود فيها. بتقدر تشوف كل الناس من حوالينك، بتقدر تشوف كل الناس بتشوفهم، بس ما راح تقدر تشوف باسل، لا ملابس باسل ولا اي شيء لابسه باسل. باسل الحين راح يختفي من محيطك بشكل كامل. راح بعد ثلاث وصفك راح تقدر تشوف كل الناس، لكنك راح تلاحظ ان باسل مختفي بشكل كامل. معناته رقم 3 لو تفتح عينك الحين. كيف حالك؟ تعب مسترخي؟ انا قبل شوي باسل كان قاعد معانا هنا وشفت انه قام، بس ما ادري وين راح. ما ادري اذا انت تقدر تشوفه تساعدني تأشر لي عليه بس بشكل بسيط عشان ادري وينه، لاني انا شفت انه قام بس ما ادري وين راح. ما هو موجود هنا؟ كان قاعد يصور هو صح؟ كان قاعد يصورك صح؟ مين اللي قاعد؟ لا مو باسل. شفت وين باسل؟ انا ما ادري وينه والله. معقوله مشى وعنده مقطع يوتيوب قاعد يصوره؟ اروح ادور عليه. ما ادري وين باسل، استغرب انا. ما ادري اذا انت شفته ولا لا. احس اني اسمع صوت باسل انا. اي هو حتى هو يسمع صوته بس ما يدري وين. سمعت صوت باسل؟ تقدر تسمع صوته لكنك ما راح تدري وين. باسل اذا انت موجود تقدر تتكلم. سمعت صوته؟ تقدر تسمع صوته بس ما تقدر تشوفه صح؟ شعور غريب صح؟ باسل تقدر تصرخ عادي؟ عادي تقدر تصرخ الحين؟ تصرخ عادي خليه يسمع. بندر انا هنا. تقدر تسمع وين؟ تسمع الصوت بس ما تشوفه صح؟ انا هنا. ما هو يقدر يشوف كل الناس بس ما يقدر يشوفك بشكل كامل. حتى لو دور في كل مكان ما راح يقدر يشوفك بشكل كامل، راح يستغرب من هذا الشيء. طب ناظر فيني هنا بندر. لا حتى يقدر يناظر فيك. ناظر فيني. يناظر فيك بس ما راح بس الحين تمام مختفي من عيونه. تشوف فواز قاعد لحاله صح؟ تشوف اي احد ثاني غير فواز في المنطقه هذه هنا؟ فواز بس يعني بس انا جنبه ما في احد بس انت تسمع صوت باسل بس ما تقدر تشوفه صح؟ شعور غريب بس ما اقوله يعني سحب علينا ومشى زي كذا ما مره احس انه ما له داعي. صوته موجود انا ادري ان صوته موجود بس انا مستغرب ما ادري انا دورت عليه ترى كنت قاعد ادور عليه بس ما ادري وين اختفى ما ادري هو كان قاعد يتمشى هنا ما ادري مستغرب شعور غريب والله ما ادري انا حتى انا زيك ترى قاعد اسمع صوته يعني قاعد اسمع صوته هو يتكلم قاعد اسمع كل شيء بس ماني قاعد اشوف ما ادري ما تشوفني بندر ما يسمع صوته وين فوق فوق اطير غريب صح اول مره تدخل لحاله زي كذا بحيث انك انت تسمع صوت شخص وما تلاقيه من حوالينك شعور غريب انا مستغرب اول ما اصفق وبس لما اصفق راح تشوف احلى شخصيه كرتونيه بالعالم قاعده على جنبك اليمين مو الحين اول ما اصفق وبس لما اصفق اكثر شخصيه كرتونيه انت تحبها بحياتك راح تلاقيها على يمينك وراح تسلم عليها راح تكون مندهش مره لدرجه انك انت راح تحضن الشخصيه هذه وراح تستغرب ان كيف الشخصيه هذه تواجدت اول ما اصفق بس لما اصفق الشخصيه هذه راح تطلع من حيث لا تعلم كذا راح تلاقيها طلعت قدامك بشكل مفاجئ الحين باللحظه هذه راح تلاقي شخصيه كرتونيه واقفه على جنبك اليمين كيف حالك هذا مبارك تعرف وش مين انا مستر بن انا مستر بن شوفني مستر بن وين قبل شوي كان في واحد هنا نومك قبل شوي كان في شخص هنا كان قاعد ينومك ما شفته ما شفت اللي كان قاعد ينومك انا مين مستر بن طيب انت ما كان في واحد هنا اسمه جاك قاعد ينومك ما تشوفه مش والله غريبه مشى جاك في واحد اسمه جاك هنا كان مشى جاء مستر بن غريبة والله انت من متى تتابعني؟ من زمان تحب مستر بن صح؟ تدري ان مستر بن لو قال لك كلمة نام ترجع تنام ترتاح تستغرب كل الأعضاء كل الأعضاء تستغرب 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 كل الأعضاء ت
أول ما عد الثلاثة وبس لما عد الثلاثة راح تفتح عينك، راح ترجع وضعك الطبيعي، راح تتذكر كل شيء، ما راح تكون منوم من بعد اللحظة هذه إلا إذا سمعت كلمة نام، لكنك راح تستوعب كل شيء من حوالينك وراح تقول لي كيف أنت حاسس مع العد رقم 1 2 صح؟ حس بشعور إيجابي. تقدر تعطيني النور بس اللي هنا كشاف؟ ما شاء أمورك بخير. إيش اسمي أنا؟ جاك. تتذكر صار قبل شوي؟ ما شفت شخصية كرتونية تحبها أنت قبل شوي؟ ما شفت شخصية ولا شيء، ما شفت شيء يعني. أنا لا يكون ناسيني. لا يتذكر كل شيء من الحين، تتذكر كل شيء صاير من حوالينا. شفت الفلاش هذا؟ تقدر تتابع تركيزك عليه بس. تابع تركيزك على الفلاش. أعمل كل عضلات جسمك الحين. تسيح، ترتاح، تسترخي، تدخل حالة أعمل. جسمك تغوص، أعمل، وأعمل، وأعمل، ترجع تدخل ثاني يوم. شعور إيجابي ما قد حسيت فيه بحياتك كلها، تمام، ارتحت. بس اسمك الحين يختفي معك بشكل كامل، ما راح تستغرب، راح تقول كيف أنا ناسي اسمي، راح تتذكر أسامي الناس اللي حوالينا كلهم، لكنك راح تكون ناسي اسمك بشكل كامل. مع العد رقم 1 الحين وبس، مع العد رقم 1 اسمك يختفي الحين من بالك بشكل كامل. مع العد رقم 2 الحين وبس، مع العد رقم 2 بتعرف أسامي الناس اللي حوالينا كلهم، بس إذا سألتك إيش اسمك راح تستغرب، راح تقول إني أنا ما أعرف. أنت كيف حالك؟ صح؟ تقدر تقول لي شو اسمه؟ باسل. اسمه باسل صح؟ اسم رجال؟ فواز. فواز. اسم الرجال اللي بعدنا؟ اليمين. اي اليمين. وليد. وليد. اوكي، تعرف اسمي انا؟ جاك. ايش اسمك؟ تحس انك ناسي صح؟ اسمك؟ انك ناسيه بشكل كامل صح؟ اسمك غريب. انت والله تعرف اسمه هو شو اسمي انا؟ اسمه باسل. اسمي انا؟ طب لو باسل الحين جاء وعطاك 5000 ريال بيدك بتعرف اسمك؟ اعطيك 10000. حس انك ناسيه بشكل كامل صح؟ لو عطاك 10000 تعرف شو اسمك؟ تتذكر؟ طيب تعرف اسمه هو باسل، اسمي انا جاك، ما تعرف شو اسمك؟ شعور غريب صح؟ أول ما ألمس جبهتك وبس لما ألمس جبهتك راح تتذكر اسمك بشكل كامل. ما لعد رقم 1 2 3. شو اسمك؟ بندر. عاشت لسامي بندر. طالع هنا خذ نفس عميق. نعم ارتاح استرخي ركز على صوتك. طعم كل اسمك تسيح ترتاح تتقدم بشكل كامل. اسمك من بعد اللحظة، اسمك الحين من بعد اللحظة هذه ما هو بندر، اسمك الحقيقي الحين، اسمك اللي انت انولدت فيه، اسمك الوحيد اللي انت تعرفه الحين باسل، هذا اسمك، اسمك الوحيد اللي انت تعرفه الحين باسل، انت اصلا اساسا انولدت بهذا الاسم، تلقائيا لو سألتك ايش اسمك راح تلاحظ ان اسمك باسل، هذا الشيء الوحيد اللي انت تعرفه، هذا الشيء الوحيد اللي انت متأكد منه بشكل كامل، لدرجة اني لو قلت لك تطلع احوالك وتقرا اسمك راح تستغرب، راح تقول لا انا اسمي باسل، راح تستغرب، لان فعليا اسمك باسل من بعد الاحوال هذه، اول ما دفك الورا بس لما دفك الورا راح تفتح عينك وراح تلاحظ ان اسمك باسل. كيف حالك؟ اسمه هو؟ باسل. اسمه باسل؟ اوكي. اسمي انا؟ باسل. حتى أنا اسمي باسل صح؟ تأكد أن اسمي باسل؟ أوكي. طيب أقرب واحد لك من الشباب مين هنا؟ أشر عليه بس. أقرب واحد لك. رجال هنا؟ تعال بس هنا. تقدر تقول لي إيش اسمه هو؟ باسل. اسمه باسل. أوكي. واسمك أنت؟ باسل. اسمك باسل. الرجال هنا شو اسمه؟ باسل. ورجال؟ باسل. كلهم كلهم اساميهم باسل. انت صاحب الحين صح؟ متاكد ان اسامي
هو متأكد إن اسمه باسل. وأنت اسمك باسل؟ مو غريب كيف أساميكم متشابهة؟ ولا دائما تقعد مع العيال كلهم باسلين مع بعض، يعني كلكم باسل كذا أنتم؟ كلنا بواسل. كلكم بواسل، أوكي. أنا مستغرب لأني أنا كنت أتوقع إنه ما أدري. قل لي وش اسم الرجال هنا؟ قل لي اسمه. وليد. أنت اسمه وليد ولا باسل؟ باسل. متأكد إن اسمه باسل؟ طب وهذا قل لي شو اسم هذا؟ خالد. خالد متأكد ان خالد ولا باسل؟ باسل. متأكد ان اسمه باسل؟ طب شو اسمك انت؟ باسل. اسمك باسل. هو متأكد ان احنا كلنا باسل فعليا. انا باسل وانت باسل، رجال باسل. هذا جاك؟ لا لا هو يعرف اسمي. انت متأكد ان اسمي باسل؟ انت متأكد ان اسمك باسل؟ متأكد من هذا الشيء؟ معك احوالك؟ الجوال الثاني. في الأحوال وش مكتوب؟ باسل. في الأحوال مكتوب باسل، بطاقة أحوالك مكتوب فيها باسل. باسل. وكل الناس اللي هنا اسمهم باسل. مشكلة بس يدك تقدر بس أشوف يدك بس الثانية. طالع على يدك، انسى كل الأصوات اللي حواليك. تخيل إن يدك تبدأ تقرب الوجهك الحين من نفسها. بينما يدك تبدأ تقرب الوجهك تلاحظ تركيز العين يختلف. أول ما يختلف تركيز العين بتأخذ نفس عميق. أول ما تأخذ نفس عميق تسمع كلمات. بندر عسل سامي. شو اسم الرجال؟ وليد. وليد اسم الرجال؟ خالد. خالد اسم الرجال هنا؟ فواز. انا فواز. انا يمكن نسى اسمي. لا لا اسمه تعرف اسمه. يعرف اسمه. يعرف اسمه. برجع دخلت لحاله استرخاء تبع تركيزك على النجمه اللي فوق اللي هنا. خذ نفس عميق. السلاح هذا راح تعطيني كل أغراضك. أول ما عدل ثلاثة بس ما عدل ثلاثة تفتح عينك. معي الحين أقوى سلاح في يدي. أنت ما راح تقدر تشوفه وراح يكون مخبي. كيف حالك؟ مرتاح؟ تقدر تقعد على الكرسي بس تفتح عينك. عندك اغراض بجيبك صح؟ ايه. في اغراض بجيبك تقدر تستريح؟ استريح هذا. اعطني كل اغراضك. كل اغراضك. ابغى اغراضك كلها. كل اغراضك. بس هوب 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 هوب
خلاص هناك هناك مسكوا العيال مسكوا العيال والله ذابحك تعبت وضي امشي تعبت وقف ايش في ليش طلع عليك السلاح هو ها ما ادري سوي له شيء انت لا ما سويت له شيء امسكوه الشرطة بين مشاكل خذنا يا بندر هذه يا صابع أقولك وقفة ها؟ أقول له وقفة وين وقفة؟ والله قطعت قلبي حرام عليكم المشكلة يا باسل الأرضية كلها حجر إيش؟ والله أقول له شيك يقولي بيذبحني أقسم بالله يتكلم من كل هذا كيف حالك؟ كيف حاسس؟ تتذكر ايش صار قبل شيء؟ يا الحلقة ناسف دقيقة ارفع رجلك بالله خلنا نشوف دقيقة تتذكر ايش صار قبل شيء؟ تتذكر ايش صار قبل شيء؟ لا احنا نشوف انت تعبان؟ شوف في قزاز بعد في شيء متأكد؟ ايه اوكي اشوف الثانية طب البس لا 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 خلك اشوف عشان سلامتك البس ما في شيء والله ما في شيء بس تلبس هذه متاكد اي ما في شيء ما عليك اوكي طيب ما عليك بكره نتفاهم ما عليك بالله تحسبي بي يعني سحب علي سلاح سحب عليك سلاح سحب علي سلاح والله يبا تحنا جاسين ما شفنا سلاح ها خذوا الشرطه ها الشرطه خذوا من اللي رفع عليك سلاح تتذكر من هو؟ واحد هنا تتذكر كيف شكله؟ لابس اسود بس تتذكر اسمه؟ جاك الحين تعال جاك تعال تتذكر شكله حافظ شكله زين انت؟ تعال خلنا نتكي هناك ونسولف تتذكر؟ يقول في واحد اسود يقول في واحد لابس اسود طيب تعال تعال يا ولد انا يحرم احد يقرب لك يا رجل يا ولد ايش فيك تعال بيقرب لك وانا هنا قفا يا باسل بندل ولعك واحد مره مع ان احنا معك على الطياره مكور واحد اخر الليل اول مره تابعين جن اللي سيد بس انت حقه صح ودندن قمر على هون باشر تاترات عني وطورات كلها اللي ما بطول عندي واحد قوي ايش فيك تعال اجلس انت كنت مسترخي وشفت الكشاف هذا الاسود شفه وتحس بسلاح وطقيت قدامنا كله وانت ما فيك شيء بس كلها هلوسه مرت عليك وانت حطيت رجلك ولا مو سلاح هذه يدينا خوي ذا استريح اجلس ولا تنحاش دقيقه انت بس مسترخي شفت مسك الكشاف ذا تحس بسلاح شيء صار الحين من بعد اللحظة هذه تنسى كل شيء يختفي من ذاكرتك أول ما فرق أعصابي الحين بشكل كامل يختفي كله أول مرة تقابله يمكن قد شفت له مقاطع في اليوتيوب لكنك ما قد قابلته.
أول ما عد 10 فرك أصابي راح تفتح عيونك، راح تكون تماما مخلوق جديد، حاسس بطاقة إيجابية، مرتاح ومسترخي، قاعد مع أصحابك، مكمل جلستك اللي أنت كنت قاعد فيها بالبداية. أنا عد رقم 10، تفتح عينك. كيف الحال؟ سلام. شو الأخبار؟ سلام. إن شاء الله يبقيك. شو اسمك؟ بندر. بندر، معك جاك. والله ونعم. مالك زود يا حبيبي؟ يا هلا والله. جوالي وين؟ جوالك وين؟ بارد ولا شيء؟ ضيفه ضيفه. مو يا عبد بندر معك. ضيف الرجال هو تو جاي. لا بلاك. بلاك هذه ما تحتاج. ما همت يا حبيبي. بندر. تشرب انت. شو الاخبار؟ شو اليوم؟ والله طيبين، شلونك وانت؟ والله ابدا بالشر بخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. تو منور المكان. بنورك يا بعدي، بنورك يا هلا والله. اشوف انه ودي نسوي جدول من اول ما جينا واحنا قاعدين. طفشنا صح؟ ايوه. وش نسولف فيه؟ ما ادري، ودي ان فواز خذ بهم جوله على المكان. انت راعي محل. انت راعي المكان. تفضل. الرجال ضيف جايني من الشرقيه بندر توه. تفضل حياك الله. الله يبقيك يا حبيبي. بين هالكفان. يا حبيبي. وش هاي؟ تفضل. هنا ثياب وذا خليه يوريك. اوكي. طيب يلا. طبعا هذا بندر معانا. كيف الشعور؟ الشعور مره 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 جميل. مرة جميل صراحة، أتمنى الكل يجرب. أنا جربته مرة، تحس إنك رايق. طيب عادي ننزله يوتيوب؟ خذ راحتك نزله عادي. ما ودك تنوّم مرة ثانية؟ والله عادي، أنا ودي أجرب مرة ثانية وثالثة. شعور حلو صح؟ شعور مرة مرة جميل. يعطيك العافية. أهم شيء إنك استمتعت يا حبيبي. مرة. قل متعتنا مرة. والله مرة متعنا، كل يوم تعال.